اليوم دخلنا عازمين باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه، جينا مامنين بالحظوظ ديالنا. ربما اكثر فريق دار تربص اعدادي هذه السنه، 40 يوم جديده تربص مغلق، وزدنا واحد الاسبوع بمدينه الدار البيضاء، دونك اشتغلنا بما فيه كفايه، طبقنا التعليمات ديال المدرب وامنا بالحظوظ ديالنا. السر ديال تفوقنا على الرجاء اننا امنا بالحظوظ ديالنا، الحمد لله داكشي اللي كان وانتصرنا وحققنا التاهل والحمد لله. كنشكروا الجماهير اللي ساندونا في هذه المقابله، وكنشكروا المكتب المسير اللي وفر لنا جميع الظروف في هذه لي دو مو اللي دازو. درنا واحد اون بريباراسيون اللي هي مزيانه مع ان اونترينور جون وان ستاف تكنيك اللي مازال جون وعنده الكلمه ديالو ان شاء الله في المستقبل. عندنا شباب ان شاء الله اللي غادي يقولوا الكلمه ديالهم في المستقبل ان شاء الله ديال البطوله. كنتمنوا اننا نحققوا نتائج ايجابيه وان نلقاو الجماهير دائما مساندينا، وكنشكروا الجماهير اللي ساندونا في هذه المقابله وشكرا. نعرفوا فريق الزمامره فريق حديث الصعود للقسم الوطني الاول، كان واحد التخوف في البدايه، فريق واجهنا فريق كبير هو فريق رجاء. فريق ديال الزمامره كان خاصو يكسب هويه جديده، هو ديال الفريق نتاع الدرجه الاولى، وكنظن بانه مباراه اليوم بينات بانه الفريق مستعد باش يكون عند حسن ظن الجماهير ديالو في مستوى ديال القسم الوطني الاول. وهاد المباراه الثانيه ثقه كبيره ان شاء الله باش نبداو الشامبيون ان شاء الله. الايمان بالمؤهلات ديالنا، لانه ربما دخلنا في 10 15 دقائق الاولى كان كما قلت لك واحد التخوف من فريق رجاء. اغلبيه اللاعبين ما عندهم تجربه كبيره، مع مرور الوقت اكتسبنا الثقه وبداو اللاعبين كيثقوا في الامكانيات ديالهم. الشيء اللي بالور الجولة الثانية مستوى كبير، بطبيعة الحال تسجيل 3 أهداف في ميدان فريق الرجاء حاجة ماشي سهلة. فهنيئا لفريق زمامرة وحد سعيد فريق الرجاء إن شاء الله.